رسالتي الثانية هي للمسلمين أننا يجب أن نعمل معا وأن نتحاور وأن نتفاهم وأن نكون أسرة واحدة كمؤمنين بالديانات التوحيدية الثلاث مسيحيين ومسلمين ويهود. يجب أن نمد أيدينا لبعضنا البعض وأن نعمل من أجل نبذ التطرف والكراهية والعنف والتطرف وأن نرسخ ثقافة التعايش والانفتاح واحترام الكرامة الإنسانية وأن نحترم كل إنسان كما هو حتى وإن اختلف عني في دينه أو في لغته أو في مذهبه أو في ثقافته. نحن نعتقد بأننا كلنا مخلوقون من إله واحد، وإن تعددت أدياننا وثقافاتنا إلا أننا ننتمي إلى أسرة بشرية واحدة خلقها الله. الله تعالى في خلقه لم يميز بين هذا وذاك، كلنا مخلوقون بنفس الطريقة، وعلينا أن نحترم بعضنا بعضا وأن نحب بعضنا بعضا وأن نعمل من أجل أن نكون أسرة واحدة في خدمة قضايا العدالة وفي خدمة القضايا الإنسانية والحضارية في هذا العالم. أنقل إلى الشعب الأمريكي الصديق تحية الشعب الفلسطيني. نحن نعرف أن هنالك أصدقاء كثر لنا في أمريكا يدافعون عن قضيتنا، ونتمنى أن يكثر هذا العدد، ونحن نطمح أن يكون في أمريكا أصدقاء. نحن كفلسطينيين لا نريد أعداء وإنما نريد أصدقاء. نحن قضيتنا قضية عادلة ونريد أن يكون لنا أصدقاء في كل مكان في هذا العالم. وأنتم أيضا إخوتنا، نشكركم على محبتكم وعلى جهودكم، وإن شاء الله نتعاون معا وسنبقى معا وسويا خدمة لقضايا العدالة. أنا أود أن أشكر مجددا كل من أتى إلى هذا الاجتماع، وإن شاء الله نلتقي في القدس إن شاء الله. Thank you, Your Excellency, Archbishop Atallah Hanna, for coming, for honoring us with these warm words, for principled positions that you have taken over the years, and for coming to Washington, D.C., and we hope to see more of you here, inshallah. Thank you.